قال ما ياخذ بثأر الحسين إلا صاحب العصر والزمان، حينما يخرج وينادي يا لثارات الحسين. سلام الله يا عم، شوية اللي سووه في الحسين عليه السلام. اليوم شنو حال زينب وأخوات زينب؟ ها يوم نزلوا في كربلاء يوم الأربعين، ترى 3 أيام قعدوا وخلاهم زين العابدين يبردون غليلهم من البكاء، لكن كل امرأة كان عندها قبر واحد، قبرين، 3 قبور، إلا زينب تقوم من قبر وتجلس على قبر. إيه كم واحد عندها؟ 18 دار من الهواشم غلقها الحسين سلام الله عليه. أحباب كثار، غير أولادها، إخوانها، أبناء إخوانها، أبناء عمومتها. ولهذا 3 أيام، لكن أكثر ما يؤلم زينب حينما تجلس عند قبر الحسين سلام الله يعني. يا عمي باليوم الثالث جاءها زين العابرين، شافها تبكي على قبر، كادت أن تموت. قال عم زينب قومي خلينا نرحل عن هذا المكان. قالت له ولدي علي وين نروح؟ قال عم زينب إلى المدينة. قالت بني علي ومن بقي لنا في المدينة؟ احنا مو 18 دار غلقناها يا علي، اش تسوى المدينة بدون الحسين؟ اش تسوى المدينة بدون ابو فاضل وبدون شبيبة بني هاشم؟ خلنا هنا نبكي على احبابنا. قال لا يا عم لازم نروح. التفتوا لبعض الرجال، قالوا يا زين العابدين خل عمتك، ترى ما بللت غليلها 3 أيام ما تكفي. قال الذي أراه لا ترونه، لو تركت عمتي يوما واحدا لماتت عند قبر الحسين. لازم الحين نطلع. قوم عمة، إذا ما تركبين ما يركبن النسوان. فصعدت على هودجها ومشت ضعينة السبايا إلى أن وصلت بالقرب من المدينة، وإذا بزين العابرين نادي: تعال يا بشر بن حذلم، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، هل تجير شيء من الشعر؟ قال بلي مولاي أنا بعد شاعر. قال إذن اذهب ونع الحسين، روح إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ونع الحسين عند أهل المدينة. التفتت زينب قالت بني علي شو تقول؟ قبر رسول الله وصلنا المدينة. قال نعم انظري عم، هذه مشارف المدينة. لطمت صدرها ونادت مدينة جدنا. ها تحفظ له لا؟ مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا، رحلنا عنك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا. فصرخنا النساء وصحنا وحسينا، وسيدا وصل بشر بن حذلم وقف على تلعى قبال قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ونادى بهذا النداء العظيم. يلا أريدك تقرأ وياي ويا بشر بن حذلم: يا أهل يا ثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمع مدرار، الجسم منه بكربلاء أمضى الرجل، هو الرأس منه على القناة يدار. اي ما ظل احد ما طلع في المدينة، نسوان رجال اطفال شيوخ كبار كل ينادي وحسينا. طلعت ام البنين معها الام من النساء، وصلت الى بشر ما قدرت تخترق الجموع، نادت يا هل جاي بالله دف رجول وخلوه ينزل عن ذلوله، أبا سايل أو بستمع
قال والله قال لما التقت دوله بدوله عباس راع الزود. هذا اهم سؤال عند ام البنين، وفى ابو فاضل لولا؟ بيض وجهه عند الزهره لولا؟ رفع راسه بشر قال من هاي اللي تسالنا عن العباس وعن الحسين؟ قالت له ما عرفني يا بشر، انا اعرفك بحسبي ونسبي. اسمع يا بشر، ولا جاء وأنا من الأربعة لراحوا، ولا جاء وعقبهم أرض مثل مني، ولا جاء إش كثار والنوع على الغبرة، ولا جاو أن بعت دمهم على الزهرة الزكية، هي بعت دمهم على الزهرة يا 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 الزكية. أريد أن أشدك يا ضي العين عن عباس وأخوان الميامي. عجيب يا شاعر، ما سمعنا أن أم البنين سألت عن أولاده، سمعنا أم البنين سألت بس عن الحسين، شلون تقول تسأل عن العباس وعن أولاده؟ قال صبر شوية شوف المغزى. أريد أن أشدك يا ضي العين عن عباس وأخوان الميامين، أخاف أن قصروا في نصر زعز. إن شاء الله ما قصروا ويا الحسين. أخبرها بشر بموت أولادها الثلاثة، قالت ما سألتك عن أولادي، إن خلف والعوض ببقاء أبي عبد الله، سألتك عن ابن الزهراء. قال قطعا ما سمعت عن أبو فاضل، لأن إذا تسمع تموت. قال عظم الله لك الأجر في ابنك أبو الفضل، لقد قطعت يداه على اللواء وفضخ راسه بعمد الحديد، لطمت راسها ونادت وأحسن نادي وحسينا. ليش ليش تنادي وحسينا؟ لأن تعرف إذا وقع العباس يعني وقع الحسين. على بوغا كربلاء قطعت نياط قلبي يا بشر، ما سألتك عن أولادي، سألتك عن ابن الزهراء. قال إذن عظم الله لك الأجر في مولاك الحسين، فلقد قضى على بوغاء كربلاء قطيع الرأس منخمد الأنفاس مقطع بالسيوف إربا إربا، فصرخت ونادت وحسينا. أغشي على أم البنين يحق لها لولا؟ أفاقت من غشوتها، قالت يا بشر أسألك بالله وين بنات الرسالة؟ وين زينب وأخوات زينب؟ أريد أعزيهن وسليهن. قالها شوف ذيك الخيمة يا أم البنين، هاي على مشارف المدينة، خلتها زينب للبكاء ماتم على الحسين، لكن لا تروحين يا أم البنين. ليش ما أروح يا بشر؟ قال لأن زينب خلت فضة على باب الخيمة وأوصتها أن لا تدخل من نساء المدينة إلا العلويات الهاشميات، وانتين مو علوية ولا هاشمية ما يدخلونك يا أم البنين. قالت عجيب، أني ما أدخل يا بشر، انظر إلي شوفني أدخل لولا. وراحت تقوم وتقع على وجهها وهي تنادي وحسينا. وصلت عمي، وصلت إلى باب الخيمة، كانت مسدلة القناع على وجهها، استقبلتها فضة، وين رايحة يا أمة الله؟ ممنوع أحد يدخل إلا صاحبة عزاء، إلا علوية أو هاشمية. التفتت لها صاحت صدج منك يا فضة تمنعيني؟ ماني غريبة وما أظنش تنكريني، أنا التي في كربلاء ذبحة وبنيني، أنا عندي أربعة أولاد مو واحد ولا اثنين، ذبحوا في كربلاء أربعة، أنا التي في كربلاء ذبحوا بنين، جيت أرد نوح على السبط وانعال أولاد. سمعت حكيها زينب وظلت تنادي
يا هلتي تنعترت فتة تفادي، أسمع تقول تريد تبكي على سنادي. عجيب، وحدة تقول تريد تبكي على الحسين وأولادها ذبحوا في كربلاء. من هاي المرأة رفعت القناع من على وجهها، ما عرفتيني يا زينب يا مخدرت حدايا، تراني أم البني أنا التي ذبحت أولادي فدوة حسين. يا ليت عندي تشبه العباس سبعين فدوة لأبو شكنة ولديار السبط عاد. الله أكبر، أنت أم البني ضمتها إلى صدرها، قالت عزيك وتعالي ساعديني وخلي يمها البكي بينك وبيني، ذيك المصيبة ذوبتني وعمت عيني. يا ليت كنت حاضرة في يوم الإطراء، وينك عنا يا أم البنين يوم كربلاء؟ أين أنت حينما حرقوا خيامنا؟ وينك يا يما حينما ضربوني وضربوا النساء؟ أين أنت يا أم البنين حينما صعد الشمر على صدر الحسين وحسين؟ وينك يا أم البنين؟ التفتت لها أم البنين قالت بني زينب ترى عندي هواية أسئلة عن كربلاء، وحصلت جوابها من الناس لكن ما يروي غليلي جواب الناس، ما يروي غليلي إلا الجواب من عندك يا زينب. وأهم شيء هذا السؤال، شنو عندك يا أم البنين؟ قالت بني زينب خبريني عن راعي المحنة. أهم شيء عندي أبو فاضل ما قصر عنكم يوم كربلاء، بس أريد تبرين غليلي بهاي القضية، قولي لي ما قصر أبو فاضل. خبريني عن راعي المحنة، عزنا وضمننا لراح منه. يا زينب إن كان مو راضين عنه لروح الكربلة وعاتبنه وحرم حليب الشرب منه. آخ، قالت الحمد لله على نصيبي، الحمد لله على نصيبي، حلال عليك يا ولدي حلي. يا الله إلهي، أسألك وأدعوك بالإمام الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وتسعة المعصومين بني، أن تفرج عنا يا الله. اللهم شافي مرضانا وفك أسرانا ورد غرباءنا إلى أهلهم سالمين غانمين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بمحمد وآله، سبج الظلم صلواتك عليهم أجمعين. جماعة المؤسسين والحاضرين والسامعين، احفظهم في أنفسهم وأهلهم وما يتعلق بهم، وإلى أرواح موت المؤسسين والحاضرين والسامعين والشهداء والعلماء وخدمة الحسين عليه السلام، وإلى روح النبي يحيى وأبيه زكريا وعيسى ومريم، وإلى روح أم البنين وأبي الفاضل لقضاء الحوائج، رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات. لسنا على الحق. إذن